أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة وعدد جديد من أخبار الحوادث التي طالعنا هذا الأسبوع. ومن خلال هذا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمام نائب رئيس تحرير أخبار الحوادث. أهلا بك. أولا أهلا بكم فنان منورين، كرسان طيبين. إيه أبرز عناوين تصدر بها أخبار حوادث هذا الأسبوع إن شاء الله؟ والله هو في ملاحظة بس احنا حبينا نشير ليها كده في البداية، ودي ظاهرة، هي ظاهرة مش جديدة السنة دي ظاهرة متكررة بتحصل كل سنة في مثل هذا التوقيت، وهو تراجع معدلات الجريمة في شهر رمضان. ما تعرفش بقى هل هو زهد من الحرامية ولا بيختشوا على دمهم في الشهر الفضيل، او النزعة الدينية بتزيد شوية عند الناس، انما دي ظاهره فعلا بترصدها الاجهزه الامنيه، وان فعلا في انخفاض في معدلات الجريمه في شهر رمضان. يعني يدل كده ان الاسبوع ده يكون مش اسبوع جريمه، يكون اسبوع فضيله. والله نتمنى ان حياتنا كلها تبقى كده. يعني والله بص، احنا هبتدي مع حضرتك الاول بالمشكله اللي هي بتصادف عدد كبير جدا من المواطنين اللي هم بيحبوا يروحوا يقضوا الاعياد مع ذويهم خارج القاهره، سواء في الصعيد او في الوجه البحري. المشكلة دي مزمنة وبتواجههم كل سنة، موضوع التذاكر بتاع القطارات بتبقى فيه أزمة مستحكمة، وبيستغلها بعض ضعاف النفوس في بيع التذاكر في السوق السوداء بأضعاف قيمتها، والناس فعلا بيلاقوا معاناة جديدة جدا في الحصول على التذاكر. والله احنا عملنا حوار مع سيادة اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وهو الراجل تعهد مشكورا بالقضاء على السوق السوداء في السنة دي، وقال ان على مسؤوليته الخاصة تذاكر القطارات هتبقى متوفرة ومتوفرة بسعرها الرسمي، وان هو هيحارب السوق السوداء بكل ما اوتي من قوة، وان السادة المواطنين هيروحوا يقضوا الاعياد مع اسرهم بدون مشاكل وبدون المعاناة اللي بيعانوها كل سنة. في عندنا حوار مع الست اللواء طارق القصر مساعد الوزير للتهرب الضريبي، والحقيقه الراجل بيتكلم على يعني ملحوظه مهمه جدا، ان في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بيها البلد واحتياجنا لكل جنيه، ما زال عدد كبير جدا من الناس من رجال الاعمال ومن التجار والحرفيين بيفتقدوا للثقافه الضريبيه، وما زالت مكافحه التهرب الضريبي بتسجل حالات تهرب ضريبي بارقام ضخمه جدا. من ضمن الحاجات اللي هو قال لنا عليها ان في بعض الشركات تبع جماعه الاخوان الارهابيه دي متهربه بحوالي 400 مليون جنيه ضرائب، الناس اللي هم بيدعوا الفضيله وبيدعوا التقوى يعني بيرتكبوا جريمه التهرب. سفاح الاماريه ارهابي ام مجنون؟ عنوان رئيسي ومتصدر الصفحه الاولى. والله هو ده يعني الجريمه ديت هي ما زالت دلوقتي، اعتقد ان هي اتنقلت من سرايا النيابه لمستشفى الامراض النفسيه. هو الشخص اللي ارتكب هذه الجريمه هو ارتكب سلسله جرائم مش جريمه واحده. هو يعني ارتكب جريمتين قتل، وفي جريمه ثالثه كانت جريمه شروع في قتل وربنا نجى الضحيه فيها. هو دلوقتي اتحول للمستشفى الامراض النفسيه للكشف على مدى سلامه قواه العقليه، فالفيصل في هذه القضيه للاطباء النفسيين. طبعا التفاصيل لسفاحة مارية موجودة في العدد الواضح إن شاء الله في أقبل الحوادث. أيضا تتحدثون عن 30 يونيو إعادة الشرطة لحضن الشعب، يعني عندنا ذكرى كبيرة في ثورة 30 يونيو. دي عندنا الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو اللي كانت من أهم ثمارها إصلاح ما فسد في العلاقة بين جهاز الشرطة وبين أبناء الشعب المصري. الناس صورت ثورة 25 يناير وما حدث فيها بان هو كان انقلاب على جهاز الشرطه اكتر منه انقلاب على نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، وسأت العلاقه لاقصى درجه جدا بين جهاز الامن وبين المواطنين، وجت 30 يونيو فرصه ذهبيه للطرفين للتقارب واصلاح ما تم افساده. وهو عامه رجال الشرطه هم من نسيج هذا الوطن، ومنهم ابني وابنك واخويا واخوك وجاري وجارك، فالحمد لله ثورة 30 يونيو عادت الامور لنصابها السليم. يعني كل الشعب المصري بخير وبامان ان شاء الله. ايضا الاسطوره يتربح على عرش مخدرات العيد، اعدام رامز جلال، انت تقدمه ولا ايه؟
لا، هي في دعوة مرفوعة من الدكتور سمير صبري بيطالب بوقف عرض البرنامج، برنامج رامز جلال، استنادا ان هو بيروع الضيوف بتوعه، ان هو برنامج لا يقدم اي جديد سوى ترويع الناس وتكلفة انتاجية عالية جدا، كان من الممكن ان هي تنفق فيما هو يفيد الناس اكتر. يعني اخيرا في عنوان كبير تحاربون الارهاب وغدر الزمان بالفن. والله ده موضوع ظريف جدا، بعيد عن الجريمة وعن العنف، ويبين فعلا نقاء معدن الشعب المصري. ده عمله الزميل الأستاذ يوسف وهيب في المنيا عن اتنين من المدحين، احدهما مسلم والاخر قبطي، بيثبتوا ان الفن ملوش اي علاقة بالتعصب الديني وملوش اي علاقة بالتطرف الديني. هما اتنين مدحين بيمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذكرى المولد النبوي وفي المناسبات الدينية للمسلمين، وبيمدحوا السيدة العذراء في مولد العذراء وفي الأعياد القديسين الخاصة بالإخوة الأقباط. بيؤكدوا من جديد ان الفن بعيد عن التطرف وبعيد عن التعصب، وان المصريين بيحتضنوا جميع الديانات السماوية، ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، احنا في النهايه كلنا مصريين. يعني طبعا دي نبذه سريعه او لمحه سريعه على العدد الصادر يوم الخميس القادم لاخبار الحوادث. هناك تفاصيل اكثر وهناك عناوين اكثر في هذا العدد. جميع التفاصيل ان شاء الله هتبقى موجوده في العدد. احنا عندنا برضو في جريمه قتل بشعه، دي شهدتها منطقه البدرشين في الجيزه. الضحيه فيها او المجني عليه فيها رجل تجاوز 70 من عمره، المفروض كان هيسافر في رحلة العمرة مع زوجته، إنما هو تخلف عن السفر معها لظروف صحية. خلال فترة غياب زوجته عن البيت أقام علاقة قاسمة مع واحدة مطلقة جارته في المنطقة، واتفق معها إن هي تاخد منه مبلغ مالي، وللأسف لم يراعوا حرمة الشهر الفضيل، ولم يراعي أن زوجته في الأراضي الحجازية المقدسة بتأدي العمرة، ولم يراعي سنه اللي هو تجاوز 70. اتفق معها على مبلغ مالي أن هي هتتحصل عليه، إنما أخلف وعده معها وتراجع عن تنفيذ الاتفاق الشيطاني اللي بينهم، وكانت النتيجة أن هي انتقمت منه بسكين المطبخ بعدة طعنات، أنهت حياته وأنهت العلاقة القاسمة دي، ودي نهاية طبيعية للعلاقات اللي من هذا النوع. يعني طبعا يعتبر دي لمحة سريعة عن الأخبار التي تصدر بالأخبار حوادث إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله. بإذن الله تعالى كل التفاصيل موجودة في العدد، وإن شاء الله يعجب السادة القراء. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمام نائب رئيس تحرير الأخبار حوادث، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك وشرفتونا، وكل سنة طيبين.